ايوه يا مجدية، ازيك؟ طمنيني على كريم. طب الحمد لله. امال مال صوتك فيه ايه؟ لا، ما انا كده كده جايه لكم بكره ان شاء الله انا والولاد. مجدية، بقولك ايه، هو حصل حاجه بينك وبين جلال؟ امال في ايه؟ طيب ماشي ماشي، لما اجي بكره نبقى نتكلم. ماشي خلاص، سلام. مالهاتي كمان. رسالة يا خالد، هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ صحيح، احلب النملة.